مشاهدينا الكرام، بنرحب بالسيد اللواء اركان حرب علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الاسبق. اهلا بيك سياده المحافظ وتحياتي لسيادتك. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. سيد اللواء علي، وانت بتحضر كقائد عسكري يعني كبير في فعاليات المعرض، والنهارده بتحضر المؤتمر لانطلاق المعرض، شايف المعرض يعني ازاي في توقيته في هذه الفتره؟ سعيد بان مصر نجحت انها بتصل إلى هذا المستوى الراقي الحقيقة من المعارض التي ترتبط بالصناعات العسكرية. يعني الحقيقة كنا يمكن في سنوات الخدمة السابقة لما كانوا بيدعونا للحضور في مثل هذه المعارض في الخارج، كنا بنبقى منبهرين جدا وبنبقى سعداء ان احنا بنشوف حاجة جديدة بالنسبة لنا. ان اشوف بقى ان احنا في بلدي هنا، ان احنا الحمد لله خلال السنوات القليلة الماضية ان احنا عملنا هذه القفزات في مثل هذه المنظومة الصعبة للغاية، عشان توجد منظومة تعرض الصناعات العسكرية بكل أبعادها، دي عملية عايزة نقول فكر ورؤية وتنسيق وتكامل وعمل داخلي وعمل خارجي. فإن احنا نوصل إلى هذا المستوى، وإن خلال حتى السنوات الماضية أن مثل هذا المعرض يصل إلى درجة العالمية وتم تقييمه وتقديره بين المعارض الاخرى المماثله، فده شيء عظيم يخلينا نقول ده بيد ثقه سياده اللواء علي للقوات المسلحه ومصر في خلال هذه الايام. دي عظمه مصر ودي عظمه القوات المسلحه المصريه وابناء مصر كافه. ليه؟ لان هنا دي انا بسميها منظومه عمل، في تعاون بين الجهات كلها. زي ما اتقال كده حضرتك، لو ما كانش في مثل هذا التنسيق وهذا التعاون وهذا التكامل، اكيد بيبقى صعب جدا انك تصل الى مثل هذا المستوى الراقي. توقعاتك يا فندم للاعمال المعرض وفعاليات المعرض؟ لا، انا بعتقد ان المعرض السنه دي ان شاء الله لن يقل عن مستوى السنوات الماضيه او المعرضين السابقين. وان كنت الحقيقه نفسي كرأي شخصي كاحد رواد الجيل القوات المسلحه القديم، يعني نفسي شباب مصر يجي يشوفوا عظمه مصر. يعني في المعرض ده وزياره شباب مصر لهذا المعرض بعتبر انه مهم جدا، وعشان كده بقول من المهم ان احنا نفكر برضو ازاي قدر المستطاع نقدر نطول المدة بحيث نخلي اكبر عدد من ابنائنا من شباب مصر يجي يشوفوا. متوقع 35 الف زائر، منهم اكيد شباب مصر وفتيات مصر. مش 35، عاوز 350 الف ان شاء الله يا فندم باذن الله. شباب مصر ليه؟ لان اما يجوا يشوفوا يطمنوا على بلدهم وعلى قوتهم. اكيد بتدي تدي تدي انطباع تاني وثقه تاني لاولادنا العظماء دول اللي بتبان قدراتهم وقت الشده. وقت الشده. انا بشكرك. اهلا وسهلا.